السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنعتذر عن التأخير الست دقائق دول، وده شيء طبيعي جدا في البث الإلكتروني أو البث اللي هو السوشيال ميديا، وده اللي حصل الأسبوع من كم يوم كده في البي بي سي، وهم بيدوا الشخصية الرياضية لهذا العام، ولما جم يدوها لمحمد فرح بالجائزة، لكن اتقطع الإرسال برغم ان هو كان في لندن وهم كانوا في ليفربول. نرجع مرة تانية لموضوعنا اليوم، المعايير القياسية. المعايير القياسية كانت كلمة من شاب بيدرس الماجستير في معهد الدوحة للدراسات النزاعات والكوارث، اسمه عمر جمال، قال لي احنا ماشيين دلوقتي ورا معايير انسانية 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 اللي بتحكمنا في عمل الانسانية وعمل الكوارث والطوارئ الى اخره، واحنا عايزين احنا يكون لنا كعرب وكمسلمين بعض الاطروحات اللي نتكلم فيها عن معايير جديدة او عن رؤى جديدة. فبدأت اكتب ورقة سميتها المعايير القياسية. الورقة دي حوالي حاجة 40 صفحة، فمش هقدر اقول كل حاجة 40 صفحة اليوم، لكن هلخصها في السبع او الثمان شرايح اللي احنا هنشوفهم النهاردة. طبعا دي المعايير الانسانية احنا عارفينها كلها، اللي اقرتها الامم المتحدة في عام 1991 في الجمعية العمومية، وبعدين كملها 2004 وكملها الصليب الاحمر الدولي الى سبعة، اللي هم الانسانية والحيادية وعدم الانحياز والشفافية والشراكة والمرجعية والعالمية. كل هذه الاشياء احنا ملتزمين بها لانها معايير اخلاقية انسانية تشمل فقه واطروحات كافة الاديان والقيم المجتمعية والانسانية في العالم. لبعدك ايه هي المعايير القياسية اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة؟ هي المعايير اللي بنقيس بها اثار بناء المجتمع. احنا خلاص في الطوارئ والكوارث قلنا معايير انسانية، خلاص عايزين بقى نخرج من الطارئة والكارثة الى اننا نعمل حاجة نبني بها المجتمع. مش هنعيش في دور ظلموته للوقت ودور سيد العاطفة للوقت، نعمل نعيط، لا خلاص احنا عايزين نبني مجتمع. يبقى هي المعايير التي نقيس بها آثار بناء مجتمعنا وشعبنا ووطننا ودولتنا، المجتمع والشعب والوطن والدولة. دورنا ايه؟ ان احنا نحط المعايير دي نكمل للمعايير الانسانية اللي اقرتها الامم المتحدة واقرها مجموعة الصليب الاحمر الدولي ومجموعة الاتحاد الهلال والصليب الاحمر الدولي. بعد كده ايه هي المعايير الانسان القياسيه اللي انا اتكلمت عنها؟ هم 11 معيار نقولهم واحد واحد، وبعدين هنشوفهم ماشيين ازاي. اول واحد المحليه، وبعدين التكافؤ والمساواه، المصلحه، الملكيه، الحقوق، القياده، ها، التمكين، الاستثمار، السلام، الامن، الدبلوماسيه. محليه، تكافؤ والمساواه، مصلحه، الملكيه، الحقوق، القياده، التمكين، الاستثمار، السلام، الامن، والدبلوماسيه. ودي طالعه من تحت لفوق. طالعه منين؟ من تحت لفوق. النقطه الثانيه، ده المثلث اللي هنتكلم عنه بتاع المعايير الانسانيه. محليه يعني ايه؟ يعني كل شيء مبني على قدره المجتمع اللي احنا عايشين فيه، القدرات البشريه، الموارد الطبيعيه، الافكار، الثقافه، كل شيء. فلا بد ان نبني المجتمع المحلي لكي نستطيع ان نخرج من الازمات الى التنميه والابداع. بعد كده هو يبنى المجتمع ده، اذا عملنا بالمحليه يبقى التكافؤ المساواه، كلنا سواسيه كاسنان المشط، لا فرق لعجمي على عجمي، ها، ولا احمر على ابيض، ولا اسود على ابيض، ولا ابيض على اسود، الا بالعمل بتاعه وبالتقوى. المصلحه تكون مصلحة للوطن، مش مصلحة شخصية ليك انت او لحزبك او لجماعتك او لمرجعيتك الدينية. الملكية، كل فرد منا يملك المجتمع، كل فرد منا، كل مواطن، يعني الوطن والدولة هي ملك المواطن. الملكية هنا تحدد لكي نستطيع ان نبني ولاء المواطن ان تكون ملكية للفرد نفسه، الملكية للفرد نفسه. الحقوق، نضع قواعد الحقوق، فيش حد يستطيع مننا انه يجور على جاره او يظلم احد
او يقتل احد او يسرق احد او يغتصب مال احد. يا بعد ما اقرنا المحليه طبعا ديك احد مخرجات مؤتمر القمه الانساني اللي كان في السنه اللي فاتت في اسطنبول، لكن احنا بنقول محليه بقالنا 20 سنه لكي نحارب بها الاستعمار الانساني. يعني اتكلمنا عنه في المحاضره اللي قبل كده، هو قلنا الاستعمار الانساني هو فرض ثقافه المنح على المجتمع المحلي، فاذا قوينا المحليه سنقاوم الاستعمار الانساني. محليه تكافؤ المساواه، المصلحه، ملكيه الحقوق. بعد كده هتظهر لنا في الفتره دي كلها القيادات المجتمعيه المحليه، القيادات المجتمعيه المحليه. يبقى بنطلع من المحليه للقيادات، مع انه مكن هذه القيادات اللي هو التمكين، شايفين التمكين هنا اللي هي النقطه اللي فوق دي، نمكن القيادات، نمكنها. معنى التمكين ايه؟ انه يستطيع عنده قدره على القياده ونحن عندنا قدره على المحاسبه. هو يقود ونحن نحاسب، وهو يحاسب ونحن نسأل، وهو يسأل ونحن ايه نقود معه المسيره. يبقى التمكين مش اتجاه واحد، مش رئيس بيقول للشعب امشي يمين وامشي شمال وفوق وتحت وبس، لا، وشعب بيحاسب رئيس، ومساحه حريه للشعب، ومساحه حريه لايه؟ للرئيس. بين بقى كده نستثمر في المجتمعات، والاستثمارات كتيره ومتباينه، بس لما تستقر، شايف انا مجرد ما استقر التلات او اربع نقاط اللي في الاسفل دول نستطيع ان نبني البناء الى الاعلى. يعني مجرد استقر ايماننا بالمحليه، اننا كلنا سواسيه، ان المصلحه مصلحه المجتمع، ان كلنا نملك المجتمع، نستطيع ان نصل الى السماء العليا. بعد القياده التمكين والاستثمار، هنا ما نستثمر، هنستثمر في ايه؟ في بناء السلام والامن المجتمعي في الدوله او في الوطن او في المنطقه او في الاقليم او في العالم. لما يصل الاستقرار هناك سنستطيع ان نبني السلام اللي هو بعد كده اللي بيحقق الامن. اما الدبلوماسيه فدي بنعتبرها بنسميها ايه؟ لما احنا بنعمل كيكه كده، او بالانجليزي بيقول لك icing on the cake او الفاين تيونينج اللي هو التظبيطه النهائيه او الشكل الناعم او القوه الناعمه. لان الدبلوماسيه هي قوه ناعمه، قوه ناعمه للعمل المدني، قوه ناعمه للعمل الاقتصادي، قوه ناعمه للعمل الاجتماعي، قوه ناعمه للعمل السياسي، وهكذا. يبقى بنبتدي في ال 11 خطوه في بناء المجتمع. يبقى المعايير القياسيه هي 11 خطوه في بناء المجتمع، تبدا من المحليه الى المساواه الى المصلحه الى الملكيه الى الحقوق الى القياده الى التمكين الى الاستثمار الى بناء السلام الى الامن والدبلوماسيه. بتحيطها هذه المعايير الاخرى هنتكلم بعدها بعد كده، من حريه، معرفه، وعي، ادراك، قيم، رؤيه، رساله مهمه، ثقه، ثقه، وبعدين احترام وتقدير. خلاص هنتكلم عنها بعد كده. دول 11 معيار اللي احنا اتكلمنا عنهم، استجابه للرغبه بتاعت الشاب اللي هو بيدرس وزاره الماجستير في قطر. نجم 2. اما ننزل لقطاع عرضي في المجتمع، هنجد ان المعايير القياسيه هي المثلث اللي في النص ده. لابد نحميه بايه؟ هنحميه من الخارج خالص بالحريه. الطبقه الداخليه اللي هو هيكون فيها المعرفه والوعي، مفيش مجتمع هيحمي نفسه من غير معرفه ووعي وادراك. انسى، الجهل لن يحمي، التضليل لن يحمي، النفاق لن يحمي. لابد ان احنا نجاهد جهاد دؤوب وحثيث لرفع مستوى الوعي والادراك المبني على المعرفه مش على الجهاله. دي الطبقه الثانيه اللي جوه. ومن الداخل بقى هيكون في عندنا ايه؟ هيكون في عندنا ليه؟ الاحترام والتقدير والقيم والرؤيه والرساله والمهمه واللي هو الثقه. يبقى الطبقه الداخليه اللي هي الثقه، ها، والمهمه والرساله والرؤيه والقيم والاحترام والتقدير. ولما تغلفها المعرفه والادراك والوعي، وبيغلفها المناخ الحريه اللي في الدفاع. فاذا كان هناك مناخ حريه في الوطن هيعطيك كل هذه الاشياء. يبقى الغلاف الخارجي اللي بيسمح بنمو كل هذه الوسائل التي تحيط بالمعايير القياسيه هو مساحه الحريه اللي موجوده في البلد. اما نتكلم بقى عن الفكره بتاعتنا، احنا لسه ما بنتكلمش عن الفكره لغايه دلوقتي، كل ده يعتبر ايه؟ يعني مقدمات الى اخره. دي الفكره بتاعتنا، شايفينها معقده ازاي؟ مثلثات ومربعات ومستطيلات وحمراء وخضراء، ايه فكره؟ ما فيش فكره الا لما بيكون لها هيكل.
داخلي ها يظهر ها تكوينها الداخلي زي الجنين حتى الحيوان المنوي حتى البويضة لما بيجتمعوا مع بعض عشان يطلعوا الجنين بيتحول الحيوان المنوي والبويضة إلى ها انقسامات للخلايا تبقى ثنائية رباعية ثمانية إلى أن تصلع الأعضاء إلى أن يصلع يتكون الإنسان المركب المعقد اللي كل عضو فيه عجوبة من أعجيب الحياة. تبدأ الفكرة زي كده لما هنشوفها دي فكرة المعايير المقياسية. بعد كده ايه هما ازاي بقى نحمي المعايير المقياسية اللي احنا اتكلمنا عنها دول 11 معيار. بيكون بثلاث وسائل، في طبقات وفي جدر وفي مناخات. الطبقات بتكون لاصقة على الجسم، الجدر بتكون مانعة لأي تدخل خارجي، والمناخات هي بتكون تسمح لنمو ثمار مجتمعية جديدة. نبدأ ادي الجدار، ادي شايفين احنا في النص ان هو بالاخضر ده، دي الفكرة، دي المعايير القياسية اللي في النص دي كلها اللي هي دي المعايير القياسية اللي هم 11 نقطة. والطبقات هنا يعني انا ما بلبس هدومي بلبس ملابس داخلية وزي ما انا شايفيني كده عشان احمي بيها جسمي. الطبقات هنا عاملة زي هذه الملابس اللي هو اللي بنسميها الملابس الداخلية زائد الملابس دي كلها اللاصقة على المعايير القياسية لكي تكون مانعة لاختراق اي شوائب لهذه المعايير القياسية. او اذا كان انت عندك المازة او غير المازة احجار كريمة بتحطها في 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 خزنة، الخزنة ليها مش عارف تحطها في صندوق والصندوق جوا صندوق والصندوق جوا صندوق والخزنة الكبيرة. فالطبقات دي هي اللي بتحمي من الداخل المعايير القياسية. بعد كده اللي هم بقى الطبقات اللي هي اللي انا بلبسها على جسمي ده اللي انا بحب بيها المعايير القياسية اللي هي بنتكلم عليها القيم والرسالة والرؤية والمهمة والاحترام والتقدير والثقة، ودي مجموعة من الأخلاقيات تكون قريبة جدا 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 من المعايير القياسية اللي هنتكلم عنها. هم 7 و7 و7 21 7 و7 و7 القيم والرسالة والرؤية والمهمة والاحترام والتقدير والثقة، ودي زي الملابس الداخلية اللي بيرتديها المرء منها وما فيش حد بيشوفها، فيش حد فيه يشوف الملابس الداخلية بتاعة الرجل أو المرأة، لكنها بتحمي الرجل والمرأة لما بيخرجوا للخارج. لما السبع طبقات بتحمي هذه المعايير القياسيه. لما اتنين دي الجدر بنبني حوالين المعايير القياسيه بتاعتنا بعد ما حطينا الطبقات جدر منيعه، بس اي شيء جاي من الخارج او من اي اتجاه من اتجاهات بيتكسر على وكانها قلعه وكانها اسوار قلعه كبيره واضحه، كان الجدر دي اللي هي الطبقه اللي هي الخارجيه انها بتحمي اي اختراق للمعايير القياسيه من الاضطرابات الخارجيه اللي هم ايه سبعه تانيين برضك. هم ارجع الصوره الثانيه هنرى برضك هنا في النص المعايير القياسيه اللي هي الخضراء والخطوط اللي ماشيه الدوائر دي كلها اللي هي الجدر التي بتمنع اختراق هذه المعايير القياسيه باي تغير خارجي. اللي هم التعليم في امه اسمها امه اقرا ما بتعرفش تقرا، التعليم وبعد التعليم الفهم وبعد الفهم المعرفة وبعد المعرفة الوعي والإدراك والفكر والثقافة. دي الجدر اللي هي مفيش أمة متعلمة تجهل من أحد أو تغتصب من أحد أو تسرق من أحد. وقاعدة الجدر اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي التعليم والفهم والمعرفة والوعي والإدراك والفكر والثقافة. وهو ايه بقى تعريف بقى الجدر؟ هي الموانع التي تحيط بالمعايير والتي يصبح من الصعب على أعداء المجتمع من الدكتاتوريين الرجعيين تخطيها أو تخطي حواجزها لهدم هذه المعايير. أقولها تاني، هي الموانع التي تحيط بالمعايير والتي يصبح من الصعب على أعداء المجتمع من الدكتاتوريين الرجعيين تخطيها أو تخطي حواجزها لهدم هذه المعايير، وهي التعليم والفهم والمعرفة والوعي والإدراك والفكر والثقافة. اللي بعد كده التالتة اللي هي المناخات عشان تفضل معاييرك. ايه هي المناخات؟ زي ما انتم شايفين احنا شفنا في دوائر عرضية اللي هي الجدر، ودي دوائر رأسية ماشية كده اهو، شايفين ماشية كده، التانية كانت دوائر ماشية كده. المناخات دي اللي بتسمح بنمو وتغيير المناخ اللي هو المناخ اللي هيبرز او هيثمر الثمار اللي بيحتاجها المجتمع. تعريف بقى ايه؟ شايفينها ايه الصفرة دي؟
اما البنفسجي دي اللي هي المحمره شويه دي اللي هي ايه الجدر دي المناخات اللي انت شايفينها ودي المعايير القياسيه. نشوفها بقى هي المناخ. هي المدارات المناخيه دي بالتعريف بتاعها هي المدارات اللي تسمح لايه لنمو اشجار ثماريه مثمره متعدده ومتنوعه. ثماريه تثمر دائما، متعدده ومتنوعه، متعدده ومتنوعه، ها، في فصول مجتمعيه مختلفه. كلما احتاج المجتمع ثمره المناخ ده يطلع له الشجره اللي هتطلع له الثمره دي كلها وفق حاجات المجتمعات المتلاحقه وامكانيات مين؟ ابناء المجتمع. يبقى ابناء المجتمع هم اللي بيزرعوا الشجر ده، هم اللي بيغيروا المناخ. لابد من تغيير المناخ لخروج ثمار جديده مجتمعيه وامكانيات ابناء هذه المجتمعات، وايضا هي القادره اللي هي المناخات دي على تخصيب واثمار مقدرات المجتمعات واكتشاف كنوزها. واضحه؟ اقولها تاني. يبقى هي اللي تسمح لنمو اشجار ثماريه متعدده ومتنوعه في فصول مجتمعيه مختلفه وفق حاجات المجتمعات المتلاحقه وامكانيات ابناء هذه المجتمعات، وايضا هي القادره على تخصيب واثمار مقدرات هذه المجتمعات واكتشاف كنوزها. وهي ايه بقى؟ هم السبعه الثلاثين اللي هم نبدا من الحريه، مناخ الحريه، التواصل، التنسيق، التكامل، الشراكه، بناء التحالفات والتنميه. يبقى الحريه، التواصل، التنسيق، التكامل، الشراكه، بناء التحالفات المختلفه والتنميه. يبقى في ثلاث سبعات. سبعه لاصقه اللي هي الطبقات، سبعه مانعه اللي هم الجدر، سبعه مفعله اللي هي المدارات المناخيه. بعد كده هو دي صورة المجتمع بعد كل، طبعا الصورة دي اللي هي بعض الناس بعتوا لي، واحد قال لي ده ايه ده؟ سحر آل فرعون دول ولا سحر فرعون؟ واحد من الكويت من الشباب اصدقائنا لما حطيت له بتاع دي على الواتساب قال لي ده سحر فرعون، والتاني قال لي اتخض النهارده ورد عليا وقال لي احنا مش فاهمين حاجة من اللي انت حاطه ده، هنشوف ايه الصورة دي. صورة المجتمع، مجتمع معقد. المجتمع عمره ما يكون كده غمزة كده ولا جدعة فهلوة ولا القطها وهي طايرة ولا شفت بقى احنا هنعمل الفريكيكو. لا في فريكيكو ولا في غمزه ولا في وهي طايره، ده في بناء، والبناء ده معقد من بين الفكره اللي هي في النص بتاعت المعايير القياسيه اللي تحاط بالطبقات وتحاط بالجدر وتحاط بالمدارات المناخيه التي تثمر كل هذه الاشياء لكي يصبح مجتمعنا قوي ومتكامل وقادر على قياده المجتمعات في العالم كله. دي الصوره النهائيه للمجتمع بتاعنا، معقد ومعقد، معقد 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 معقد، كأي خلية موجودة في جسم الإنسان، سواء خلية فردية فيها كل مكونات الخلية أو خلية زي ما اتكلمنا قبل كده على 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 الطفل اللي هو الطفل لما بيتحول من خلية من الحيوان المنوي والبويضة بتتحول إلى خلايا معقدة تنقسم تكون كل عضو من أعضاء الجسم بتاع الإنسان، سواء كان في النبات أو الحيوان أو الطير أو إلى آخره. فده شكل المجتمع بتاعنا. ازاي بقى نبنيها؟ عندنا بنتكلم احنا رجاله، مفيش ثوره تحصل النهارده وتاني يوم يقول لك وزع يا جدع. كنا احنا كنا في مصر، كنا في 2011 فقابلتنا واحد من الشباب استاذ جامعه قال الحمد لله هناخد 70 مليار بتوع الرئيس حسني مبارك ونوزعهم على الناس تبقى عمليا خلالي. مش كده. انت بعد الثوره بتبص المجتمع شكله ايه؟ عشان تبني المجتمع ده اللي انا بتكلم عنه انت عندك على 20 ل 30 سنه. معايا ولا مش معايا؟ معايا ولا مش معايا؟ اللي مش معايا مش مهم، واللي معايا مهم، واللي مش عايز يبقى معايا جزاه الله خير، وهكذا. فاول مرحله في الثلاث سنوات الاولى بنطبق اول ثلاث معايير متوازيه، المحليه مع المساواه مع المصالحه، بنعلم الناس. دي مرحله التاسيس. في مرحله التاسيس الثلاث سنين دول متوازيه، ثلاثه يمشوا مع بعض، ثلاثه يمشوا مع بعض، اللي هو ايه؟ المحلية والتكافؤ والمساواة والمصلحة. المحلية والتكافؤ والمصلحة. دي في أول ثلاث سنين متوازية. نشتغل على الثلاث معايير القياسية دي. وفي ثاني ثلاث سنين نشتغل على معيارين آخرين. معيار الملكية اللي بيتوازى مع معيار الحقوق في المرحلة الثانية. يبقى المرحلة الأولى مرحلة التأسيس، المحلية، التكافؤ والمصلحة أول ثلاث سنوات. وبعدين السنة الثلاث سنوات الثانية بتبقى مرحلة الملكية من التأسيس مع الحقوق من مرحلة التنظيم. هو التأسيس والتنظيم والبناء والإبداع والتجديد والتوازن.
انا اتكلمنا هنا عن خمس مراحل، هم ممكن يكون ستة او سبعة او ثمانية. التأسيس اتكلمنا فيه عن اربع معايير، المحلية والتكافؤ والمساواة والمصلحة او ثلاث سنوات بالتوازي، وبعدين المصلحة المرحلة الثانية بتاع التنظيم تتطابق مع المرحلة الاولى في ثلاث سنوات بتاعت الملكية والحقوق مع بعض، وبعدين بعدها ثلاث سنين اللي بعدها يبقى القيادة كمعيار اخر، وفي الثلاث سنين اللي بعدها يبقى التمكين يتطابق مع الاستثمار في مرحلة البناء. يبقى هنا في ثلاث سنين بنتكلم هنا على 12 سنة عشان نوصل في مرحلة التمكين الى تتوازى مع الاستثمار. يعني بدأ حينما نبني القيادات المجتمعية بعد ان عرفنا من هو المجتمع. احنا نبني اول ثلاث سنوات دول بنغربل المجتمع، بنشوف المجتمع هو مين، لان في منافقين كتير جدا. سوري انا ما السلك قصير. اول ثلاث سنوات زي ما حصل في ثورات الربيع العربي، الناس اللي طلعوا في اول يوم وقعدوا يغنوا ويضحكوا على الناس اكتشفناهم بعد سنه واثنين وثلاثه انهم افاقين، منافقين، كاذبين، مخادعين. فلابد في الثلاث سنوات دول اولانيه نشوف من هم اللي هيشتغلوا في المجتمع المحلي ونكتشفهم، علشان بعد تسع سنين او بعد ثلاثة ستة، بعد تسع سنين هنعرف مين هي القيادة الرشيدة الحكيمة اللي احنا هنثق فيها كشعب. المرحلة الأولانية التأسيس ثلاث سنوات، ست سنوات، والمرحلة الثانية البناء ست سنوات تانيين، اللي في البناء بيكون فيها التمكين مع الاستثمار بيتطابقوا مع بعض، وبعدين ننتقل لمرحلة السلام ثلاث سنوات، وبعدين مرحلة الأمن اللي بتتطابق مع الدبلوماسية في ثلاث سنوات تانيين في المرحلة الإبداع. يبقى الأولانية التأسيس، التنظيم، البناء، وبعدين الابداع. الابداع اللي بتبدا فيه الدبلوماسيه اللي هي تعتبر احنا قلت زي ما قلت عليها الفاين تيونينج فوق خالص. بعد كده هو بنفتح الباب للتجديد وللتوازن. معناها ايه؟ معناها كلمه، معناها اي شيء احنا بنعمله واي مشروع احنا بنكتبه لازم نكتب في اي مؤتمر واي ورشه عمل واي جلسه لابد نختتمها باخر فقره اسمها ماذا بعد. لابد نختتمها بفقرة اسمها ايه؟ ماذا بعد. ماذا بعد دي تكون منهجية في بناء اي مجتمع. مفيش مجتمع بيقف على مرحلة ابداع المعاصرين، على المعاصرين ان يقولوا للقادمين ماذا انتم فاعلون فيما بعد ان نرحل عن سماء هذه الدنيا او عن ارض هذه الدنيا. فاحنا اتكلمنا هنا هو ثلاث سنوات ثلاث سنوات ثلاث سنوات ثلاث سنوات ثلاث سنوات ثلاث سنوات، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة، حوالي 18 سنة او 20 سنة الى ان وصلنا مرحلة الابداع. بعد العشرين سنة دي بنخش في منظومة ماذا بعد عشان التجديد. لابد المجتمع يجدد نفسه كل سنة، لابد المجتمع ان يجدد نفسه كل سنة. زي اوراق الشجر تتساقط في الخريف، ها، وبعدين ترجع تاني في الربيع والصيف والثمار وهكذا. لابد المجتمع يجدد نفسه من فقه سياسة ماذا بعد كل سنة. ماذا بعد في مرحلة التجديد، وماذا بعد في مرحلة، يعني تعرف مرحلة التوازن يعني ايه؟ يعني اشوف نمو الاقتصادي مع نمو المجتمعات المجاورة ليا، هل انا اعتبر خطر عليهم ام لا. فلابد ان اتوازن في النمو بتاعي، ولابد ان ابدع في العمل البناء المجتمعي والانتاج المجتمعي، ولا بد ان ابني المؤسسه. انا كنت بتكلم مع بعض المؤسسات اللي بقى لها 35 سنه شغاله، فسالوني في الخريطه دي التاسيس ثلاث سنوات، قلت لهم انتوا عديتوها، قلت لهم في الثانيه انتوا عديتوا الملكيه والحقوق، لكن انتوا لسه واقفين هنا اهو. بعد 35 سنة انتوا لسه واقفين هنا. قالوا ليه؟ تقول لان العمل الابداعي والاستثماري وبناء السلام والدبلوماسية والتجديد اللي عندكم مش طالع بصورة جمعية، لانكم لم تتمكنوا من احكام ملكية المؤسسة اللي هي في المرحلة الثانية، ذات المرحلة الثانية. ليه؟ لانهم ما زالوا يعتقدون، وما زال كثير جدا من المجتمعات والاحزاب والجمعيات والمؤسسات تعتقد انها هي اللي تملك المؤسسة وليس المجتمع هو ملك المؤسسة. فلذلك المؤسسة دي بعد حاجة و30 سنة ما زالوا هنا،
بالرغم انهم استكملوا بناءات داخلية كثيرة في مكتبهم الرئيسي، لكن عملهم الجمعي اصبح على مستوى محدد، مش عملهم الابداعي وعملهم التجديدي والتوازني اصبح فردي مش جمعي. واضحة دي؟ معناها ايه؟ معناها ان انا بعد 35 سنة ما زلت اناقش قضية الحوكمة، ما زلت اناقش قضية الملكية، ما زلت اناقش قضية القيادة، ما زلت اناقش قضية التمكين اللي هي مفروض تكون اتحلت في المرحلة الاولى او الثانية بعد 9 سنين او 6 سنين. ها؟ لكن لاني انا غير قادر على الخروج من كده واصبح عندي كفاءات عالية جدا، فمش قادر اخرج بعقلي الجمعي للمجتمع لتطوير هذه المجتمعات من خلال الجمع المجتمعي وليس العمل الفردي لكل مكتب مكاتب المؤسسة. قد تجد في مؤسسة زي كده بعد 42 سنة بعض مكاتبها مبدعة، لكن ده مش معناه كده ان سياستها مبدعة، لان ما زالت لم تحل مشكلة التمكين والقيادة والملكية. بعد كده طبعا اختم الكلام مرة ثانية اقول ان انا شخصيا يعني اتمنى انكم تكونوا يعني انا اكون استطعت اوصل الفكرة ليكم، لان احنا الان في مرحلة ليس مرحلة اطفاء الحرائق فقط، وليس مرحلة اطعام الناس فقط، وليس مرحلة تكفيف الدموع فقط، ولكننا في مرحلة بناء المجتمعات. فننتقل من المعايير الانسانية الى المعايير القياسية. نحن نريد ان نبني مجتمع، نحن نريد ان نبني ثقافة، نحن نريد ان نبني قيم، نحن نريد ان نبني حضارة، نحن نريد ان نبني انسان. ها؟ فلا بد ان ننظر بعد ونحن يعني بعد 7 سنوات من الصدمات اللي حصلة في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن الى اخره الى اخره الى اخره، نحن غير قادرين على الخروج من اطعام الناس الى التفكير المنطقي لإعادة بناء المجتمع. والعراق دلوقتي وقفت، بدأت تقول احنا خلاص الحمد لله بنحتفل بالسلام والقضاء على الارهاب الى اخره، دعونا نتحدث عن كيف نبني المجتمع او نعيد بناء المجتمع العراقي مرة اخرى، او نعيد تأصيل فهم قيم العمل المجتمعي داخل دولنا مرة اخرى. لان الشعب العراقي شعب متعلم، الشعب السوري شعب متعلم مش جاهل، الشعب الليبي شعب متعلم، الشعب اليمني شعب متعلم ما هماش جهلة، الشعب المصري شعب متعلم. فكيف ان احنا ان الاستعمار الانساني اللي احنا عايشين في ظلاله منذ عشرات السنين، اللي فرض علينا ثقافة المنح وفرض علينا فقه المنح وفرض علينا رؤية المنح وفرض علينا اخلاقيات وقيم المنح، لابد ان نبني مجتمع. الصومال بقى لها اكتر من 20 سنة او 30 سنة، والان ان لم تنزل امطار غزيرة في الصومال في اول السنة سندخل في مجاعة كما كنا من قبل. وانا بقول لكم الصومال هترجع لمجاعة تانية، لان المانح الدولي لم يعطي لشعب الصومال المال لاعادة بناء مجتمعه، لكن كان بيعطيه المال لكي يتحكم في سير حياة مجتمعه بناء على الحاجة المجتمعية من الكوارث اللي كان بتحصل في الصومال. نحن نريد أن نبني معايير قياسية نبني بها المجتمع، نبني بها المجتمع في هذا الظلام الدامس من كل ما يحدث في العالم من مشاكل تجاه هذه الشعوب وهذه الأمم. وإذا خرجنا منها هنخش على السودان وجنوب السودان، إذا خرجنا منها هنخش على نيجيريا، هنخش على النيجر، هنخش على مالي، هنخش على تشاد، هنخش على جمهورية الديمقراطية، كونغو الديمقراطية، هنخش على كل هالدول دي كلها لأبناء تريد أن تبني مجتمعاتها مرة أخرى على قاعدة. لنرجع المثلث الأولاني خالص، لا اللي قبل كده، أيوة المثلث ده، محلية، مساواة، مصلحة، الملكية، الحقوق، القيادة، التمكين، الاستثمار، السلام، الأمن، الدبلوماسية. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. نتلقى غدا إن شاء الله الساعة 11:30 صباحا نفس الموعد، وتمورو ويل ميت ات 11:30 in the morning UK time 2:30 مكة time إن شاء الله. سيم توك كولد ميجرابل principles to talk about it inshallah. And thank you very much. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.